يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خرج قبل يومين في إحدى القنوات العراقية مجموعة من الشباب الذين قبضت عليهم القوات العراقية أثناء محاولتهم تفجير المباني وقتل أفراد الشرطة العراقية، وقد سألوهم في القناة عمن أفتاهم بذلك، فقالوا إن الذي أفتى لنا بذلك وأن هذا العمل من الجهاد في سبيل الله هو الشيخ صالح الفوزان وسماحة مفتي السعودية، فما هو الرد على هذا الزعم حيث إن الشباب في الأنترنت يتناقلون هذا الأمر، والكثير من الشباب السني في العراق حصل بينهم خلاف حول هذا الأمر. هذا كذب وافتراء، إذا كانوا صادقين يبرزون الأصل الذي يعتمدون عليه، يبرزون هذه الفتوى وأنها بتوقيع فلان وختم فلان، أما الكذب كذا أفتان فلان بكذا هذا لا يقبل أبدا، كانوا صادقين يبرزون هذه الفتوى يبينونها. نعم، نحن لا نتدخل في أمور العراق، ولا تدخلنا فيها أولا ولا نتدخل فيها، لأننا لا نعرف الحقيقة ولا نعرف، وهم ما سألونا أيضا عن هذا، شأنهم لهم. نعم.